أورد موقع يمن مونيتور تقريراً حول الأهداف من وراء وصول وفد قوات تتبع طارق صالح المدعوم إماراتياً والمسيطر على مديريات الساحل الغربي في اليمن، حيث يقول الموقع إن وصول الوفد يأتي بسبب سيطرة قوات طارق صالح على مديريتين غربي المحافظة وضمها ضمن مناطق سيطرته. وأضاف الموقع أنه جرى مناقشة فتح الطريق الرئيس الذي يربط مدينة تعز بغربها عبر مديرية الكدحة التي كانت قوات طارق قد أغلقتها قبل عدة أيام. ووفقا للموقع فقد نشبت حرب كلامية بين مسؤولين حكوميين وقادة من مدينة تعز وقوات طارق صالح، حيث يشك بعض قادة تعز أن صالح يسعى للسيطرة على تعز أكثر من اهتمامه بالمساعدة في هزيمة الحوثيين.